حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة ايه ده نوال انت واقفه ليه؟ تعالي اقعدي. سيجاره؟ خدي خدي انا عارف انك بتدخني. طمنيني بقى عليكي. دينا عامله معاكي ايه؟ بتقبضي كويس؟ أنا أسمع دلوقتي إن الشغالات بياخدوا مرتبات أعلى من وكلاء الوزارة. حضرتك أنا مش شغالة. لا يا شيخ. طب ده أنا كنت فاكرك شغالة، أمال أنت بتعملي إيه عند دينا؟ أنا ودينا أصحاب من أيام الجامعة. ولما جات لك سفرية بيروت خدتيها معاكي، يعني بحكم إن جوزها كان مختفي في ليبيا وما عندهاش أي دخل عشان تكمل تعليمها. وفي بيروت برضو اتعرفت على جاسم. بس جاسم أعجب بدينا واتجوزها. رجالة يعني. ليهم حاجات كده. المهم لما جت ترجع مصر قالت لك ترجعي معاها عشان تشتغلي عندها، قصدي ايه؟ عشان تبقوا صحاب. حضرتك انا ودينا اصحاب من سنين، ولما قررنا نسافر قررنا نسافر على الحلوه والوحشه، يعني المليان يكب على الفاضي. لكن انا ما بشتغلش عند دينا، انا صاحبتها. اه طبعا صاحبتها، انا عارف ده. بس واضح انك بتحبيها نوال. ها دينا غلبانه وانا عارفه ان هي عصبيه ومجنونه، بس بتنزل على مفيش. طبعا. وبعدين دينا ملهاش غيري. ويا ترى هي كمان بتعزك زي ما انت بتعزيها كده؟ يعني مثلا النهارده
كانت بعتكي على فين؟ دينا عندها مشاكل هي وجاسم بقالهم شوية، وجاسم بطل يبعت لها مصاريف، فدينا قررت تطلع مجوهراتها تأجرها لأصحابها، يعني اللي عنده حفلة اللي عنده فرح بيرجعوها تاني كده. وأنا النهاردة كنت رايحة أودي الخاتم ده لواحدة صاحبتها. اه والله. وهي ما تقدرش تتصرف في حاجة عشان جاسم ممكن يبهدلها. وهي دي بقى المجوهرات اللي انت رايحة علشان تأجريها؟ انتوا بقالكوا قد ايه صحاب؟ انت عارفة دي فيها كام سنة؟ ده لو ما خدتيش اعدام اصلا. حضرتك اعدام؟ انا ممكن اعمل نفسي ما شفتش حاجة خالص. بس ساعديني. ازاي حضرتك؟ علاقة دينا بفارس؟ والله انا ما اعرف اكتر من اللي دينا قالته لحضرتك. انت لسه باقي عليها؟ والله العظيم انا لو اعرف حاجة هقول. مش كفاية كانت عايزة توديني في داهية؟ طيب بلاش دينا، جاسم جوزها يعرف حاجة عن علاقتك بفارس؟ والله ما يعرف اي حاجة. طب انت ايه اللي خليك متأكدة؟ انت مش لسه قايله ان هم كانوا متخانقين؟ ايوه كانوا متخانقين، بس مش عشان فارس. امال عشان ايه؟ علشان الميداليه اللي هي ضيعتها. يعني هو اتخانق معاها عشان حته ميداليه صغيره؟ ايوه، عشان الميداليه دي كانت خروف من الذهب الخالص، يعني غاليه جدا. طب وهي ضاعت منها فعلا؟ الصراحه لا، فارس خدها منها قبل الحادثه تقريبا بيومين. بس والله العظيم جاسم ما يعرف اي حاجه. شوفي، انا مقدر طبعا صدمتك في صاحبتك، وعارف انك عندك حاجات تعرفيها، بس انت تلاقيك ناسيها دلوقتي. عايز اقولك على حاجة، انت لو قلتلي اي حاجة انا عمري ما هضرك. والمصحف ده انت زي ما دخلتي هنا زي ما هتخرجي، وعشان اثبتلك موبايلك اتفضل. وادي يا ستي الكوكايين، انا ما شفتوش اصلا. ايه ده؟ انا ما شفتوش. اتفضلي يلا يا نوال، اتفضلي اخرجي يلا. معلش هنروح حتة تانية. معلش منعم. أم منعم. إيه منعم جه؟ هو فين؟ عاملها لي مفاجأة صح؟ جاي جاي إن شاء الله. المحامي لسه مكلمني وطمني. منعم بره قوم. والله طب ما جاش ليه؟ قاعد هناك بيعمل ايه؟ مش باقي بس غير محضر الازعاج بسبب الرسائل الخايبه اللي كان بيبعتها. طب ده لعب عيال، هم هيحاسبوه كمان على لعب العيال. المحامي قال لي طالع طالع، ديتها بس مدام مشيره تروح تتنزل عن المحضر ويجي يبات في وسطينا. حسبي الله. مشيره؟ وصل. أقول ضحكنا بط بط، امك هتطفح لنا وز وز. لا انا هطلع مع عبد الله وانت تهني بالوز لوحدك. لو انت ناصح يا واد هتسيب اختك لوحدها؟ اه يعني لا انت ولا هو، انا هدخل معاكم يلا. يلا يا ابني. خد بالك من الشمبر عالي كويس، ها حافظ عليه عشان ما يتكسرش.
يا وش يا وش. طب ما كنت يا اختي تديني خبر، كنت فرشت لكم الارض ورد. ايه يا بنت العملة السودا اللي عملتيها دي؟ وانت اللي بقول عليك عاقل توزها تحط مكانها هي واخوها شويلة برضو؟ شويلة؟ انت عملت كده؟ طب بذمتك ما دخلتش على ابويا؟ اوعى يكون هنا. وهو لو هنا كان سابك ده كان فتح لك نافوخك ترشق منها الدم كده. خلاص يا ام علي روقي، امسحيها فيا المرة دي. خدي الدواء ده ودي لعلي في المواعيد اللي مكتوبة عليها. وايه النضارة دي؟ لا عبد الله جابها لي. دكتور العينين قال عنده قصر نظر باين. صح عليك يابا، والنبي كلفت نفسك. يا ام علي كله عشان علي بس، المهم يبقى كويس. ان شاء الله تسلم لي يا اخويا يا رب. السلام عليكم. مع الف سلام. مع السلامه. لو احتجت حاجه انا هنا. بيتي يا مسهوكه، ما كفاكيش اليوم بحاله؟ ما كفاكيش اليوم بحاله؟ يلا بيت خش يا بنت غيري هدومك. يلا يا بيت، يلا يا بنت تعالي ساعديني يا بيت. تعالى هنا احكي لي عملتوا ايه. اكلنا وشربنا واكلنا حاجات حلوه. بص كمان عبد الله جاب لي ايه. وريني البيت عادي كده من زمان يا ولا، وانا لبس البس نضار. يا حلولي نبي الدنيا فتحت ونورت كده، شايفه بيها حلوه قوي. والنبي دي من غير ازاز. ايوه يو، ما انا بشوف من غير ازاز، ولو فيها ازاز هعرف اشوف كتكنيله. خد. طب ثانيه بس اروح اجيب معلقه المطبخ. خد يا ولا تعالى. ولا يا ابني خليل. ازيك يا مدام مشيره؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل. تعالى يا ام منعم تعالي. انت عرفت ان منعم طلع بريء؟ طبعا عرفت. ومع ذلك عاجزينه في الاسم عشان الرسائل الهبله اللي كان بيبعتها. نعمل ايه؟ عيل اهبل ابن اهبل. اسمحي عشان خاطري، عشان خاطري وانا هقدم لك رقبته والله، بس عشان يرجع بيته ويبات في فرشته. ابوس ايدك والنبي ابوس ايدك. رجعت منعم اصلها متوقفه على كلمه منك. انا قلت لام منعم، قلت لها المدام ام وعارفه غلاوه الضنا ومش هيرضيها ان منعم يروح فيها عشان شويه رسائل هبله عملها في وقت غضب. اكيد انا بكره الصبح ان شاء الله هروح اتنازل عن المحضر، بس عايزاك تورس ودنه وتفهمه غلطته. بكره الصبح لسه هيبيت ليلادي برضه في الحجز. ايه يا ام منعم؟ المدام وعدت ما جاتش من ليله يعني؟ انا ما عنديش مانع لو ينفع النهارده. خليل ينفع؟ ينفع. المحامي قال ان هو هيترد على النيابه المسائيه النهارده بالليل، وان انت لو روحتي وتنزلتي له قصادها هيطلعوه. عشان خاطري وما تقلقيش، ان كان على المشوار احنا هناخدك بالعربيه، هنوديكي ونجيبك على طول. ساعد زمان بس والله عشان يرجع البيت. طب انا هغير هدومي وهاجي معاكم. طيب احد يستناكي في العربيه تحت. انا مش هتاخر. الله يخليكي كتر خيرك. يلا يا ام منعم. العفو حبيبتي. على ايه؟ شماء. شماء. أيوة. نمت كتير؟ الدنيا مست. مست وسايبان نام كل ده؟ أصلك كنت راجع الصبح تعبان على الآخر. طب اجي هاتي لي شبكتك. شبكة انا؟ امال شبكة امي؟
عليه الشبكة. الشبكة دي ناقصة حاجة؟ الدبلة بس والسلسلة. طب العيال وحطيهم هنا. أنا نصايا وراجع. أجي ألاقيكي جاهزة عشان عايزك في حوار. يلا. خدي حسك عينك ابوك يلمحهم. انا بقول لك اهو. طب ما تديني مصروف البيت حته واحده بدل ما يخلص وادب لك المشوار ده كله. يا سلام، عشان ابوك يلهفهم كلهم مره واحده. لا يا اختي كده ابرك. والنوبه الجايه لما تبقي تعرفي اني حبات هنا تبقي تطلبي اللي يكفيكي بدل ما تضربي المشوار كل شويه وترجعي تقولي اصل خلاص ما لحقتش اذاكر اليوم ضاع. وفاء سلمي على انسه زيزي. رضوى بنتي كبرت وحلوت مش كده؟ ايه ده ما شاء الله. ازيك يا رضوى؟ كبرتي الحمد لله. وفاء انا خارجه، تقدري انت تروحي بقى. اروح قبل ما اعشيكي؟ لا انا تمام، بس انا احتمال اتاخر بره. يلا باي باي. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. استني بقى هروح اغير هدومي واروح معاكي. ما تتاخريش. ماشي. عبد المنعم خليل عبد الدايم. يلا يا ابني. يلا يا حبيبي انت لسه هتمنح. منعم ابني عملوا فيك ايه يا منعم؟ عملوا فيك ايه يا حبيبي؟ احنا مش عارفين نودي جمايلك فين يا مدام مشيرة. هم مفكوش الكلبشات اللي في ايدي دي ليه؟ مش هيروح معانا الليله دي ولا ايه؟ يا مدام لازم يطلع المديريه الاول يتكشف عليه، بس ما تلاقوش خالص يا جماعه، ده اجراء روتيني، يعني هيطلع بعده على طول، وان شاء الله هيكون معاكم في البيت بكره ان شاء الله. بص بقى يا منعم، تهديد الناس مش لعبه، المره دي عدت على خير، المره الجايه مش عارفين ممكن ايه اللي يحصل. لا ان شاء الله ما فيش مره جايه، مره جايه ايه؟ منعم ابني عاقل، ومش ممكن يعمل حاجه تضر ولا تضر الناس. يلا اتشكر لمدام مشير هي اللي اتنزلت على المحضر. انا مش عايزه حد يشكرني يا خليل، انا اهم حاجه عندي ما حدش يتظلم بسببي. كفايه ابني اتظلم دنيا واخره. الحمد لله على سلامته يا خليل. صاحبي حاجتك ناقصه حاجه يابا؟ داني تولت يا عماد، ناقصة حاجة يا صاحبي؟ بس يا عم بقى أنت خليت فيها صاحبي ولا خليت فيها حاجة؟ خليتها بقى لاحظت. لا صاحبي يا عماد، وهتفضل صاحبي. وخلي بالك مش حريم اللي يفرقوا منشية عن صحابه يا عماد. يا عم منشيت إيه وتقليت إيه وهتديني لغة هتسمعني الكلام؟ فكك بقى أصلا من اللغة دي خلاص. وبعدين أصلا عايز أسألك على حاجة برجولة وبما يرضي الله، أنا قصرت في حاجة؟ ما قصرتش يا عماد بس أنا بما يرضي الله وحياة إيه؟ ما قصرتش يا عماد. بس مش انا اللي حاجه افهمك على دماغ الحريم عامله ازاي يا جدع. انت هرشم اكتر مني. ده انت رحت وجيت وشرقت وغربت وشفت حريم الدنيا عامله ازاي. انا اللي حاجه اوريك دلوقتي في ايه يا جدع انت؟ طب وعضمه يولع زي دي السيجاره اليومين دول هتلاقي البت تيجي تقول لك انا عايزاه. عايزاه؟ تاني يوم تقول لك مش عايزاه. موح؟ يا موح دماغ لولبيه مش هتفهم اي حاجه يا عم. والله العظيم يا عم عليا الحرام. بص انت ربنا بيحبك يا عماد. ليه؟ وراضي ليه؟ عنك. ليه يعني ليه؟ عشان امي مدلعه يا عماد. عارف شيماء تيجي تقول لها ايه؟ انا عايزه كذا امي. امين. عايزه كذا امي امين. بتامن لها على اي حاجه. مدلعه يا عم مش بتاعتك دي يا عم. مش قصتك مش ليلتك يا عماد. بس انا اموره صعب يا جدع. ده انت مهند الايام وسنين بدقنك دي اموره. يا عم انا جالك في اكل عيش يا عم. انا بكلمك في جواز ومسؤوليه وحوارات يا عم. واحده من يا عم شيماء اختي وربنا متدلعه ما انسى عماد. انسى عماد وخلينا نشوف اكل عيشنا يا عم. الايام اللي جايه بتاعتنا وربنا. انسى عماد بقى. خلصانه بقى يا عم بقى. طمني الشغل ايه؟ قلشتك كلام ولا ايه؟ قلشتك حسك يا صاحبي. هو ده عماد. عماد بتاع زمان بتاع الفلوس والشغل مش بتاع الجواز والنسوان.
هو ده الكلام يا عماد. بس خلي بالك بقى يا شبع عشان الاسيوطي هيجل منك المره دي، وشكله كده عمال يزن بقاله كام يوم وعايز يجيب البضاعه من بره. الاسيوطي؟ اه يجل مننا؟ اه خليه يعملها. هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اه هتعمل زي ما عملت مع خله ولا هتعمل ايه بالظبط؟ اللي هو فين صحيح خله؟ اه يا عم صباح الفل، نسيت اقول لك ابن عماد. نعم. اتربي في القضيه بتاعت ابن مشيره دي يا راجل. لا اه وربنا يا عم، وسمعت اللي هو هيلبس وش بلاستيك. يلا ابن حرام ويستاهل. اه يا عم خله مين وبتاع مين يا عم؟ وبعدين يعني المهم يابا، حاجتك ناقصه حاجه؟ ها ادي حاجتك عندك. جيت انا قلت الكلمتين بتوعي وانت هتفضل صاحبي وحبيبي. بص لو عايز اي حاجه من شيء قاعد يا عم خدامك يا عم، وانت يا عم الله يحنن عليك في اي مصلحه تجيلك يابا. خلاص ودي حاجتك عندك، هو كده انت مش عايز مني حاجه بره عني. خلاص الله يحنن عليك، هتكل على الله. انا عايز حاجه؟ خد بس راح فين. اقف بس هات السيجاره دي قبل ما تشد. السيجاره اه قلشتك كلام يا عم. يخلص بلا قلشت من حق. اتكل على الله. يلا يلا شد، اتكل على الله. ماشي يا عم هكلمك يا عماد. طب ودي انا هلبسها لامي ولا اعمل فيها ايه دي؟ بس ما كان ايه اللي رماني على الشغلانه المقندله دي؟ ده فقر قوي. ايوه يا ما شاء الله، ما تضحكونا معاك. تعالي تعالي اقعدي اتفرجي. تعالي قومي يا بنت قومي، مش قادره اخد نفسي. اوحي اوحي خد. جاتو اخيرا اخيرا. لقيت البنات جعانين والتلاجة فاضيه، قلت اشبعهم ده. ان شاء الله دايما عامر. قومي يا بت قومي هاتي اطباق. يلا الحقي الحلقه وقع منك. ايه ده؟ ده باين انه اتقطع. هاتي هتشبك لك الحته اللي وقعت. ليه ده وريني كده؟ لا ده مش هينفع تشابك، ده لازم اوديه لعفيفي عشان يلحمه. عفيفي؟ وهم السياغ اليومين دول بيشتغلوا في الصيني؟ صينيه ولا ايه؟ ده عار 18. هو ايه ده؟ هات يا بت بقيته عشان لحمهولك. جبتيه منين يا بت؟ وايه اللي جابته منين؟ جابته مطرح ما جابته، هو اكله محلقه. هات يا بت اصلحوه واجيبهولك، وانا هاكله. هاتي الحق عفيفي قبل ما يقفل. طب انا هقوم اغير هدومي بقى. انا بنت مش سألاكي على الحلق ده، قلت لي ان هو صيني. جبتي ثمنه منين يا بنت؟ كلميني هنا، جبتي الحلق ده منين؟ واحده صاحبتي هي اللي جابتهولي. واحده صاحبتك ولا واحد صاحبك؟ انت يا بنت والله العظيم واحده صاحبتي. ومن امتى يا اختي بتصاحبي ناس بيهادوا بدهب؟ ما هي مش واحده بس هي اللي جابتهولي، ده الفصل كله جمع من بعضه يوم عيد ميلادي اللي فات وجابهولي. اقول لهم لا يعني؟ وما قلتيش الكلام ده من الاول ليه؟ ما انا خفت اقول لك تقولي لي رجعيه طالما ما نقدرش نهديه بثمنه. مش انت بتقولي كده ولا انا بتبلى عليكي؟ ماشي ماشي يا رضوى، هبلعها المره دي بمزاجي. بس خلي بالك والله العظيم لو عرفت ان انت بتعملي حاجه من ورايا ما هيحصل لك طيب، وساعتها هتقولي يا ريت يا ريت ابويا هو اللي كان ضربني. فاهمه يا بت؟ اهلا استاذ، نورت المصنع. افتح الباب. حضرتك تقولي بحاجه؟ ايوه افتح الباب. بس حضرتك تقريبا مفيش حد جوه. انت مالك انت ما تفتح الباب. حاضر حاضر. ايوه يا ريس جبر، الأنيسة زيزي لسه داخله المصنع حالا. ايه ده انت هنا؟ جيتي امتى؟ عامل ايه يا امل؟
انا كويس. انيسه زيزي كانت طلبت مني افهمها شويه حاجات في الحسابات. يا سلام، ما طلبتيش مني انا ليه؟ ما حبيتش اتعبك، عارفه انك وراك 100 حاجه. لا طبعا، ازاي، ده شغلي. الحق، انا شكله مش عايز اروح النهارده. مالك، انا كده هبتدي اقلق عليك. يا سلام، بس كده امشي، في حاجه سهله خالص. تبقى خايف، شكلك كده خايف ان انا امسك عليك حاجه. حاجه ايه؟ لا، ايه اللي ذمتني؟ انت عارفه، انت عارفاني من ايام بنك الحظ. وانت هتقولي على ذمتك؟ ما انا كده عارفاها. انا اول عايز تمشي تقدر تمشي، انا كده كده ساعه وماشيه. اصل انا اصلا مش فاهمه اي حاجه من اللي هشام عمال يقولها لي دي. تمام، وعامة لو معرفش يفهمك حاجه كلميني افهمك انا، بسيطه. سلام يا هشام. باي. سلام يا استاذ امل. ايه يا مدير، مالك؟ هو مفيش ورديه النهارده ولا ايه؟ لا، قفل وامشي قبل ما تشك في حاجه. ده يوقف الحال ده بس يا جدعان. هي مالها السهرايه دي مشمومه ولا ايه؟ سهرايه؟ اه سهرايه. ما تحملوش هم، القضايا اللي زي دي ما بتاخدش وقت كتير في المحاكم. مساعد مظاهر تحليل دي ان ايه بقى يتحكم فيها من اول جلسه. احنا كمان ممكن نتهم الست دي بخطف الطفل ونوديها في داهيه. حلو قوي، بس احنا استاذنا لو مؤاخذه يعني عايزين نثبت نسب الواد الاول، بعد كده بقى نشوف هنعمل ايه مع الوليه دي. والله قبلت وسلمت الواد ويرثه من غير عوق يبقى قلشتك لا، لانها بقى لوعت معانا. حتى دي مش بتاعتها، مجرد نسبه النسب خلاص، الواد من حقه الورث بتاع ابوه وتسلم لامه لانها حاضنه بدون كلام. عليا الحرام، انت نورت دماغنا يا استاذ. روح يا شيخ، ربنا يا رب يحنن عليك يا رب. المهم بس المدام تعملي توكيل في الشرع العقاري عشان ابدا الاجراءات فورا. بكره الصبح هيكون عندك بامر الله. لكن لا مؤاخذه يعني يا استاذ، يعني بالنسبه لاصحاب حضرتك يعني ايه الكلام؟ مشي يلا بينا. لا لا لا، استني شويه لما اخر عامل يقفل ويمشي. صبحي، عاوزاك في كلمتين. لينا بيت نتكلم فيها وليا؟ اطلعي وانا هحصلك دلوقتي. طب بعد اذنكم راجع على طول. خد راحتك، روح على الاقل من مهلك. فيها يا وليا؟ لو كان قصدك على الحلقه يا انسي، تفكي دول. انت كنت عارف ان الحلقه ده دهب بجد؟ امال يعني لعبه؟ ما سألتش نفسك البتش جابت الحلق ده منين؟ أسأل نفسي ليه؟ البركة فيكي، وبعدين كفاية عليهم ظابط واحد هريهم سيم وجيم. بركة إيه ونيلة إيه؟ أمال أنت لازمتك إيه في البيت؟ أنا عاوز أفهم. بقول لك يا ولية، ما تطيرليش الحجرين من دماغي. كل اللي همك الحجرين؟ وبنتك اللي رايحة جاية قصادك بحلق ما أنتش عارف هي جايبة تمنه منين؟ مش هماك؟ مش على بالك؟ أنت ولية نكد وعايزة تنكد عليا وخلاص، ما تطهقنيش، سيبيني بقى يا ساتر أنا طقت. صبحي، ايه جيت بدري يعني؟ لا مفيش حاجه، ده حاجه بسيطه كده. الحمد لله على السلامه. يسلمك. كل الناس مشيت؟ اه كده كلهم مشوا. طب يلا بينا. يلا هتركب الكاميرا دي عند المكتب، وانا هركب واحده تانية في المكتب عند امجد، وهنتقابل انا وانت عند المخزن زي ما اتفقنا. استاذه زيزي، متاكده يعني الكاميرا دي مش هتتكشف؟ الكاميرا دي محدش هياخد باله منها، لان هي مش متوصله باي حاجه، اهم حاجه تحطها في حته مدارية. تمام؟ تمام، حاضر. يلا بينا. يلا. استاذ زيزي، معايا مفتاح القفل، عملت عليه امبارح من وراه. اتفضلي. استاذ عزيزي، ثانية واحدة بس اروح اشوف لوحة الكهرباء فين. لا لا لا، انا مش عايز حد ياخد باله ان احنا هنا. مخبيين ايه هنا بقى؟ مش عايزيننا نشوفه. مش عارف يا استاذ زيزي والله. اتفضلي اتفضلي.
خلصت؟ مش عارف. ايه ده؟ أستاذ عزيزي هنزل أنا هنا. ثانية واحدة من فضلك. ألو، أنا آسفة إني بكلمك في وقت متأخر، بس ينفع أقابلك دلوقتي؟ طيب أنا هوصل الزمالك وأقول لك أنا فين بالظبط. مع السلامة. تحب تنزل فين بقى يا هشام؟ ممكن أي موقف ميكروباص وأنا هتعالى. تمام. خلصوا يا أستاذ أمجد، ولسه ماشيين قدام أهو. وما افتكرش شافوا حاجة. ازيك يا زيزي؟ اهلا يا عبدالله. عبدالله انا مش تمام، حاسه ان دماغي وقفت، مش عارفه افكر. ليه في ايه؟ عبدالله الكلام اللي هقوله لك دلوقتي مش عايزه بني ادم يعرف عنه حاجه. مفيش غير صحابي اللي على الفيسبوك بس. زيزي بقول لك ايه، ما تبقيش دايما قفشه كده، يعني فكي، احنا بنتكلم. انت لو شفت اللي انا شفته هتفهم انا مالي. عبد الله انا رحت المخزن بتاعنا النهارده، لقيت كميه زباله مستشفيات مش طبيعيه، واكتشفت ان هما بيدوروها وبيدخلوها جوه البلاستيك، وانا مش عارفه اتصرف، مش عارفه اعمل ايه. تالي دي ملهاش اي تصرف غير انك تبلغي البوليس. ابلغ ايه؟ انا طلبت لك نسكافيه. تمام، شكرا. عبد الله انا لو بلغت ابقى ببلغ عن امي. انت عرفتي فيها كام سنه؟ لا طبعا مش عارف. ولا نعرف. المصيبه ان الحاجات دي لما بتتدور بيتعمل منها اطباق بلاستيك الناس بتاكل فيها، ولعب للاطفال، وده طبعا هينقل لهم امراض الدنيا، ودي مش محتاجه ان انا اسال محامي عشان اعرف انها جنايه ولا لا. عبد الله انا لو بلغت هبقى بقفل المصنع بايدي وبضيع شقه عمر امي، ومصيبه زي دي ممكن تقضي عليها. طب ايه دي بس؟ وفهميني حاجه صغيره عاديه يعني، دي ما قلتلهاش. انا قلت قبلك انت الاول، انت اقرب حد لماما دلوقتي، وانا ماما مش طايقه لي كلمه، وفاكره ان كل حاجه بعملها ضدها وضد فارس الله يرحمه. وانتي مش كده؟ تصدق ان انا غلطانه ان انا جيت قابلتك اصلا؟ استني استني استني، اقعد فينا بس بالراحه. انتي يعني لو فاكره ان انا اقرب حد لمامتك تبقي مش فاهمها خالص. انا يمكن اكون قريب منها، بس ده بحكم الجيره، بحكم شوية المشاوير اللي هي بتحتاجني فيها كده. أكتر من كده لا بتسمع لي كلمة ولا بتحكي لي أي حاجة غير شوية الحاجات اللي بسمعهم بالصدفة. بس ده ما يمنعش إن أنا برضو ممكن أساعدك يعني وأفكر معاكي. بس تقومي بقى وتتعصبي وتعلي صوتك قدام الناس ده مش حلو. ماشي؟ أنا هقف جنبك وهساعدك، بس ما تحاوليش يعني تختبري رد فعلي، لأن مش كل الرجال اللي بتتقفل في وشهم السكة يرجعوا يتصلوا تاني. اتفقنا؟ يبقى ما اتفقناش. الشيك لو سمحت. خلاص يا عبد الله. الشيك لو سمحت. خلاص يا عبد الله اتفقنا. قلت حلو كده، تهدي بقى كده، تركزي كده وتستني. خليل أكيد هيرجع بكرة المصنع بعد ما يطمن على رواية ابنه البيت. ما تخليش أي حد يشك إن أنت عارفة أي حاجة. خليهم كده يتعاملوا على طبيعتهم لغاية ما نعرف مين اللي ورا الحكاية دي. أمجد بقى، خليل،
مشكلة. قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة.